عادة تتأثر مشاهدينا ببعض النفسيات وبعض الأشخاص نتيجة تبدلات الطقس. هذه الاضطرابات ما نستثني طبعا سكان المدن الحارة واللي يطول فيها فصل الصيف ويستمر لأشهر كثيرة ومتواصلة، ممكن تكون مع كل الفصول. صحيح، هي شعور يمكن خلينا نقول بالإحباط مؤخرا أغلب الناس اللي بقابلهم بيمروا فيه بسبب الأيام اللي بتزداد فيها الحرارة زي اليوم مثلا، وجود العواصف الرملية، ويمكن صرنا عصبيين بزيادة أو نقائين، لأني أنا نقاءة سايرة. مين عفوا؟ نقاءة. اليوم الدكتور ناصر الهندي حيعرفنا عن نوع من خلينا انواع شيء يسموه الاضطراب النفسي المتعلق بالمواسم، او يسموه اضطراب موسمي. كيفك دكتور ناصر الهندي؟ حياك الله دكتور، وجودك ومشتاق لك دائما. اهلا وسهلا. بس فعلا فعلا في شيء مرتبط بالمواسم، يعني في اضطراب موسمي يصير معانا؟ هلا من حيث المبدأ، هو أي اضطراب ممكن إنه يصير عادة، اللي هو مثلا من ناحية الاكتئاب أو القلق أو التوتر. بس بالنسبة للاضطراب الموسمي أو seasonal affective disorder SAD نحن بنسميه، هذا بيخلي إنه حالة الاضطراب اللي عندنا نحن إنه تجي. فإذا كانت هي اكتئاب، واللي هي غالبا ممكن تكون اكتئاب، عادة بتبتدي ببداية الخريف أو أوائل الشتاء. أيوه. وهي مثلها مثل أي اضطراب عصبي أو نفسي. عادة إذا كانت اكتئاب، اللي هي الشعور بالكسل، الحزن، عدم القدرة على الانبساط، عدم القدرة على التفاعل مع الآخرين، الانعزالية، وقلق النوم. أنا قاعدة أفكر إيش الأشياء اللي ممكن تكون عندي. لا لا لا، أشياء بسيطة هي. لا بس أمورك طيبة، بس بعدين بعد. فعادة هي مرتبطة بالشتاء بالغالبية العظمى. مثلا بأمريكا مثلا 4-6% من الناس يعانون من الاكتئاب تبع الشتاء، أو اللي هو عادة يبتدي بالصيف. بس في قلة نادرة ممكن أنه يتأثروا بالصيف، بقدوم الصيف، اللي هو ممكن نفسها هي الأعراض بس تكون تأتي ببداية الصيف، اللي هي من الربيع وبداية الصيف. وهي الأعراض نفسها هي نفس التشخيص من حيث المبدأ، نفس الأعراض تبع الاكتئاب اللي هي نحن بنعرفها، بس تتوافق مع تغيرات المناخية اللي هي نحن بنعيشها بشكل عام. طيب دكتور، كيف مثلا يمكن يعني أسهل طريقة للعلاج هي السفر، ولكن الشخص اللي مو قادر يسافر وملتزم يعني بأمور، كيف يقدر يتعامل مع هذه الحالة؟ وخلينا نتكلم عن الصيف، حدد الصيف تحديدا. هلا من ناحية الصيف في 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 أشياء كثيرة. نحن إذا طلعنا على أساس بالأساس شو هو الاكتئاب، هو عبارة عن مجموعة عوامل، منها المورثات ومنها الجينات، أو يعني بالعائلة مثلا ممكن يكون فيها، ممكن يكون فيها بيولوجيا اللي هي من ناحية السيروتونين واوا. بس في ضغوط ممكن تكون اجتماعية، هي هذا اللي غالبا يعني الدراسات بتقول إنه هي لها علاقة أكثر بتبع الصيف. بما معنى إذا قلنا مثلا اللي هي الناحية المادية، بتلاقي الناحية المادية إنه الصيف هو مربوط بالسفر، بالارتباطات. نعم. الواحد بده يسافر على بلد و فبيبتدي الواحد يلاقي حاله إنه هو من ناحية المادية ابتدى يكون under pressure، تحت ضغط. من الناحية الاجتماعية بده ياخد إجازات، فبده ياخد إمتى بده يزبط إجازاته، ضغوط العمل عليه، الأطفال، مواسم زواج كله يعني بالصيف الحمد لله موضوع. وكمان حتى كمان مثلا الأطفال لما بيقعدوا بالبيت بيكونوا قاعدين كانوا معروفين 9 أشهر مثلا قاعدين في روتين معين، بيجي فجأة بيجي بتبتدي يلاقي الواحد حاله إنه هو الأولاد بوشه، لازم بدل ما يكون هو بيهتم بحاله صار بيهتم بأولاده شلون بده يزبط لهم، ودائما ما شاء الله ما بيملوا إلا شوي في البيت وإلى آخره. إحنا كيف نعالج هذه؟ يعني أنت ذكرت الأعراض اللي هي بين سواء شتاء أو صيف، هي نفس الشيء تقريبا بتكون ولا مختلفة؟ هي ممكن يكون في اختلاف بالناحية الوزن مثلا. بالشتاء عادة بيصير في كريفينج، بيحبوا السكر شوي، فالوزن بيبتدي يزيد أكثر. بينما بالشتاء بيصير في نوع من أكثر، بيجي على شكل قلق وقلة نوم، خصوصا إذا كان اليوم طويل، فبيصير النوم قليل شوي، وبيصير فيها فقد نقص للوزن، والقلق بيكون شوي. بس من هالناحية هي ممكن يكون في اختلاف خفيف، بس من حيث المبدأ هو نفس العوارض تبع الاكتئاب. أنا بعالج الموضوع يعني بنعالج، لأنه في كتير ناس بتنق وزعجوني صراحة، فأبغى أعرف كيف نحل هذه المشكلة يا دكتور. هلأ منحاول نركز على العوامل الاجتماعية تبعها بالدرجة الأولى. إذا كان واحد أوريدي على علاج، فممكن نشوف طبيب قبل ما الفترة اللي هو بيعرف حاله أنه هو حيكون فيها اكتئاب، فمثلا ممكن نظبط الدواء تبعه بحيث أنه يكون جاهز قبل ما يدخل فيها المرحلة هاي.
أما إذا كان واحد عم بتجيه الحالات هي، فهي نحن بنقول الوقاية خير من العلاج. فالتخطيط مثلا من ناحية المادية، كيف بدنا نظبط الأمور، كيف بدنا نصرف، شو هو البادجت اللي نحن حاطينه. الأولاد مثلا نحن بنعرف أنه بشهر 6-7 اليوم الكبير جاي قادم إن شاء الله، فإذا حاولنا أنه نظبط له وقت معين. شهر 9 أصعب من شهر 8؟ هو شهر 8 لا، هو من ناحية التوقيت الأسوأ شيء. أيوة الكآبة هي عادة على بداية المرحلة، لأنه الواحد ببلش يتحط تحت الضغط قبل ما يبتدي أساساً الصيف. عادة 7-8 هي هاي الفترة اللي هي تبع اللي نحن عم نحكي على الصيفية، يعني الكآبة الصيفية اللي بتجي. على 9 بتبتدي تنحل الأمور، لأنه الأطفال بترجع مدارسها، هو بيرجع لشغله الطبيعي، الأمور الروتينية اللي هي نحن متعودين عليها بتبتدي ترجع لأمورها الطبيعية. وآخر كلمة بس اللي هو إنه كمان الصيف مثل الشتاء، إذا كان في برد كتير برا فبالصيف نحن محبوسين بالاير كونديشنز، فبصير طلعتنا كمان هي محدودة، فكمان هي الشغلة تاني ممكن الواحد سبحان الله. أنا ذكر أنا وغادة يعني حللنا الموضوع وقلنا إنه فعلا إنه في بلدان من كثر البرد والغيوم وما يشوفون الشمس يكتئبون، وإحنا من كثر الحر والرطوبة وما نقدر نطلع ممكن يصيبنا شيء يعني. صحيح. أنا بشكر وجودك معنا دائما الدكتور ناصر الهندي، واللي بيعجبني حضرتك إنك ما شاء الله بتتكلم من الناحية النفسية كعلاج سلوكي، وكأيضا أكيد في صرف دواء، فأنا بحب إنك أنت ماسك الجهتين. كل الشكر لك ويعطيك ألف عافية. الله يسعدك يا رب.